مساء الخير، ازيكم؟ عاملين ايه؟ تعالوا بقى النهارده هنعمل مكرونه بشاميل بالفراخ بطعم روعه وسهله خالص، ولا ابسط ولا اسهل من كده. اول حاجه حبايبي هجيبش الصينيه كده على النار وهحط فيها شويه زيت صغننين، واول ما الزيت يبدا يسخن هروح نازله بالفراخ الفراخ اللي انا مقطعاه اهو دوت، حوالي كيلو، ده كيلو فراخ مقطعاه قطع صغيره بالشكل ده كده، مقطعاه صغير قوي. فالمهم اول ما الزيت يسخن هنزل بيه، وهجهز البشاميل معاكم، وهتلاقوا النهارده اجمل والذ طريقه لعمل المكرونه بالفراخ اهو. بصوا بقى، هنزل بقى بالبانيه. بصوا بقى، هبدأ انزل بالفراخ البانيه بتاعتنا على النار، وبعد كده هجهز البصلة والفلفل الالوان. انا الفلفل الالوان مطلعاه من الفريزر اهو مفرزاه. ومش هقلبه ولا اعمل له اي حاجة خالص غير هسيبه لحد ما ياخد تشويحة كده، وبعد كده نبدأ نقلب فيه. طبعا الفراخ القطع ديت انا غسلها كويس قوي ومنضفاها، وعامله لها ملح وخل وليمون عشان لما تيجي تعمليها تبقى طريه ما تبقاش ناشفه اهو بالشكل ده كده. شايفين بقى كده الفراخ البانيه شفتوا بتطلع ميه عامله ازاي؟ بنسيبها ونقلبها كده تقليبه بسيطه، والعين التانية هي اتحطيت فيها معلقتين سمنة كبار كده. بصوا بقى يا حبايبي اهو كده بقى، انا مقطعة دول بصلتين الشكل ده كده، وهقطع قرنين فلفل كمان. طبعا انا بغلي لبن هنا عشان ما ينفعش احط اللبن وهو سخن وهو بارد. بصوا بقى يا حبايبي اهو بنقلب الدقيق، وحطيت مكعبين مرقه. بصوا هنبدا بقى نقلب على طول في اللحظه دي بقى، تقلبي بسرعه بسرعه عشان ما يبقاش. اهو يا حبايبي شايفين بقى البشاميل اللي بتاعنا، انا مش بحبه تقيل، يكون حاجه خفيفه كده. هبدأ بقى انزل بالتوابل بتاعتنا، من كل حاجه معلقه صغيره. بصوا دي بهارات، دي رشه فلفل اسود، دي رشه ملح، وهقلب بقى حاجاتنا دي كده مع بعض. نص السمك كده دوت معقول، لان كنت كل ما بتسيبيه على النار بيتقل اكتر. اهو بالشكل ده كده اهو كده، يعتبر خلصنا خلاص البشاميل بتاعنا. هشوف بقى الخضار. طبعا انا عندي هنا اهوت عامله مقطعه طماطميه واحده بس، بتفرق قوي في الطعم بتاع البشاميل بتاع الفراخ المتبله، تدي طعم روعه قوي الشكل ده كده زي ما انتم شايفين. انا مش عايزه الخضار بتاعنا يدبل. شويه بهارات، شويه فلفل اسود، وهقلب بقى كل المكونات دي كلها مع بعضها. اهو بصوا بقى يا حبايبي، اهو كده جهزنا المكرونه البانيه وجهزنا البشاميل بتاعنا. هنعمل بقى المكرونه اهو بقى. انا بسلق المكرونه، حطيت الميه المغليه، وبعد كده حطيت شويه ملح وحطيت الزيت بكل بساطه خالص سهله. الزيت طبعا عشان تطلع متفلفله
ما تعجنش اهي. اهو رجعت لكم بعد ما سلقت المكرونه اهو بالشكل ده كده، اهي المكرونه بتاعتنا اتسلقت خلاص. وبعد كده جبت الصواني بقى بتاعتنا، هدهنها دهنتها سمنه، وجهزت هنا بيضتين. البيضتين دول هحط عليهم رشه فلفل اسود، ده عشان ادهن بيه الوش، رشه فلفل اسود وشويه ملح صغننه خالص عشان اظبط الطعم بتاعها، ده هيتحط على الوش بجانب الجبنه الموزاريلا اللي هحطها برضو عشان تدي مطه اهو. بس هبدأ بقى ارص. اول حاجة هجيب البشاميل، هحط طبقة صغيرة خالص من تحت. وجهزنا يا حبايبي الصواني، بصوا بقى دهناها كويس بالسمنة اهي، بتنشف في ثواني. هجيب هنا طبق من البشاميل على الصينية من تحت الاول، ودي تكاية مهمة قوي عشان القطعة تطلع معاكي بسهولة اهو. بصوا بقى، واللي هيفيد انا ببقى دايما ببقى مجهزه الصينيتين، بروح عامله صينيه تاني. اهو بصي يا جماعه المكرونه بعمل، واهو بعد ما حطينا طبقه ال البشاميل، بروح حاطه بقى المكرونه بالشكل ده كده زي ما انتوا شايفين. زي ما انتوا شايفين كده، بصوا بقى، وهجيب شويه كمان بشاميل هحطهم بالشكل ده كده عشان تبقى متغلفه المكرونه بتاعتي بالبشاميل. وهجيب هنا اهوت الفراخ وهحطها بقى في النص، اجمل واحلى بقى مكرونه بالفراخ بالشكل ده كده. اهو بصوا يا حبايبي، اهو هجيب بقى شويه جبنه موزاريلا واحطها بقى في النص كده بالشكل ده كده. وهحط بقى مكرونه كمان، نزود المكرونه. اهو بقى شايفين عملت كده الصينيتين بالشكل ده كده. طبعا بمسح ده، لازم تمسح لو خاصة هي بايركس بنمسح كده اهو. بصوا بالشكل ده كده، مولعة طبعا الفرن بتاعتي، هدخلها على الفرن بالشكل ده كده زي ما انتوا شايفين. ادي المكرونة بتاعتنا، بصوا جمالها هي وفي الفرن اهي، بدأت تاخد الوش بتاعها من فوق، لسه قدامها شويه برضو. ادي يا حبايبي المكرونه البشاميل بالفراخ معانا، بصوا جمالها، شايفين اللون التحفه الجميل. طبعا ديت انا غلفتها بالاستريتش لاب اهي، وتشيليها في التلاجه وقت ما تكوني عايزاه تعمليها في التلاجة في الرف اللي من تحت، بتبقى تحفه قوي وجميله واكنك لسه بتعملها دلوقتي. هي يا جماعه لما تبرد ان شاء الله هقطعها لكم واوريكم شكلها بقى، بس الطعم والجمال ما فيش اروع ولا اجمل من كده. ايه رايكم؟ بصوا بقى شكلها من تحت، بصوا الجبنه الموزاريلا بتمط فيها وتحفه قوي، وبصوا مديها لون تحفه وجميل. ايه رايكم بقى؟ لو عجبكم الوصفة النهاردة ما تنسوناش في لايك واشتركوا في القناة عشان يوصل لكم مننا كل جديد، وفعلوا زر الجرس على كلمة الكل عشان يوصل لكم مننا كل يوم جديد ومختلف عن كل مرة. يلا مع السلامة. مع السلامة، باي.